اقبل هدية الله التي أعطاك إياها. الستر هدية منه سبحانه، فإن بعض الناس لا يسترهم الله تعالى، فإذا سترك الله فاقبل هديته لا تردها عليه. قد يقول قال ما فهمت كيف أردها؟ بعض الناس يردها بفضح نفسه، تفضح نفسك وتجاهر المعصية، ستر هدية، الستر عطية لا يصح أن أردها، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. فلنقبل عطيته بأنه سترنا. أصلا ما الفائدة أن يفضح الإنسان نفسه؟ حتى أن بعض الناس يتحدث بعد سنوات عن أشياء ربما تاب عنها في صغره وشبابه، ما الداعي أن يذكرها الآن وقد ستره الله عز وجل. بعضهم يقول كل الناس يتحدثون عن ماضيهم وأفعالهم، سبحان الله، هذا مبرر يعني؟ الستر شيء غالي، ومع هذا فإن العبد فوق معصيته يزيد الأمر سوءا بأن يرفض هذه العطية ويتحدث أمام أصحابه ويفتخر بأني فعلت كذا وكذا، سبحان الله. سؤال، هذا الذي فضح نفسه وأصر ورد عطية الله الستر، ماذا سيحدث له؟ سيعامله الله تعالى بما يستحق. كيف؟ انتبه معي، لو أن إنسانا أخطأ وفعل فاحشة من الفواحش وأراد الناس أن يعاقبوه، فقام أحدهم فستره ووضعه داخل بيته لكي يستره، فما كان من هذا الشخص إلا أنه أخذ صوره أثناء الفاحشة ووزعها، وضعها على الإنترنت، نشرها على كل الناس، ماذا سيفعل صاحب المنزل؟ لا شك أنه سيطرده، سبحان الله، أسترك فتعاند وتفضح نفسك؟ هذه ردة فعل طبيعية لكرامة صاحب المنزل بسبب سوء أدب هذا الشخص. طيب إذا كانت هذه ردة فعل مخلوق لأنه أهين، فربنا سبحانه أعز وأكرم وأجل وأعظم، فبالمقابل إذا تعامل العبد مع ربه بهذه الطريقة فإن الله تعالى يعافي كل الناس يوم القيامة إلا هذا الشخص المجاهر الذي رفض ستر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، يعني ستره الله عليه ما فضحه، قال فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يسترنا وإياكم سبحانه.